الإنسان هو القيمة الأعلى والأغلى في هذا الوجود، إلا أن اليمني المهدور حريته وحياته هو جانب من المأساة اليومية في زمن الانقلاب والحرب. تفاصيل الألم اليومي في حياة اليمنيين لا تكاد تخلو من الأوجاع. في تعز تدور معارك على جبال بعيدة، لا غرض للميليشيا في هذه الحرب إلا قتل المدنيين وتمسكها بأرض من تعز ولو كان جبالا عارية وبشرة، فيما أكبر مستشفيات تعز مهددة بالتوقف عن العمل، حيث يشتكي سكان من أرياف تعز من غياب أي جهود إنسانية وإغاثية. وفي صنعاء اعتدت ميليشيات الحوثي على أساتذة وأكاديمي الجامعة الذين حاولوا المطالبة بدفع مرتباتهم لثلاثة أشهر. جزء يسير من مشهد عبثي يحكم اليمن ويتحكم بمصير أبنائه. ينام اليمني ويستيقظ على ألا دولة وألا حياة وألا كرامة. تغيب الحقوق والحريات وتغيب معها ممكنات السلام في اليمن، وتحضر أدوات العنف ومناهج الصراع، كل هذا بسبب غياب الدولة الضامنة لحقوق الناس وحرياتهم. المواطن اليمني في الداخل والخارج هو الذي يدفع في يومياته مضاعفات غياب الدولة وسقوطها بيد تحالف الانقلاب، وهو الذي تتعرض حياته لمظالم يومية، بينما أجهزة العدل بيد ظالميه والقانون أصبح عصاة غليظة بيد السراق والناهبين. يقول مراقبون إن غياب الضامن لحقوق الناس وحرياتهم في ظل سيطرة الميليشيا، حتى وإن أصبحت دولة ستظل تحكم بعقلية الميليشيا. يتساءل المواطن اليمني كيف يمكن لعصابة أن تصبح جزءا من الدولة ولا تزال تحكم بعقلية قطاع الطرق؟ فإلى جوار الحرب تنتشر الجريمة سافرة، ويمضي القاتل بسلاحه وصرخته لقتل الناس ونهب قوتهم في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. ومع غياب حق الإنسان اليمني في الحرية تغيب معه كل مقومات وممكنات الحياة والعيش الكريم. يسعى اليمنيون لاستعادة دولتهم من بين فكي الانقلاب، ومع استعادة الدولة يتم استعادة كرامتهم المهدورة.